اليوم باستقبال عدد كبير من العوائل لتسكينهم وإيوائهم لهذه البيوت الجميلة التي سوف تؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء. كل الشكر لجمعية سبع سنابل، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. الحمد لله سكننا في شقق وإلى باب وصلنا نأمن عليها وصلنا نطلع على الخيم. كنا نعاني من حريع ومن حدا يفوت يسرق البيت يسرق الخيمة تنشق. الحمد لله الأمور طيبة وكويسة. نشكر جمعية السبع سنابل، نشكر جمعية سبع سنابل وعلى كل من سام بهذه القرية. نشكر جمعية السنابل على تقديمها لأهل البيوت، نشكرهم كثير والله يجزيهم الخير ويبارك فيهم يا رب. الحمد لله سكننا بهالبيوت والحمد لله مرتاحين تماما. نشكر جميع سبع سنابل والله يجزيهم الخير ويعطيهم العافية يسلمونا بيوت مرتبة. ونشكر كل بذل جهد في هالمشروع